الحرية هي أصل من أصول هذا الدين، حرية الفرد وحرية الكلمة وحرية الإبداع وحرية وده اللي ندعو إليه. حرية العقيدة. حرية العقيدة أول حاجة. يعني إذا كان ربنا بيقول كان من شاء فليؤمن، إذا كان مسلما وأراد أن يعتنق المسيحية هو، هل أنت مع حرية العقيدة؟ أنت حرية العقيدة هو حر، زي ما أنت عارف في أوروبا بعد 18 سنة نعم. بيخيروا الولد يعني طيب. يبقى إحنا هل ممكن هل ممكن أن يسمح الإخوان المسلمين لزمنهم أن يسمح بحرية العقيدة؟ نعم. يعني لما يصل شاب لعمر 18 سنة أن يقرر أن يكون مسلما أو مسيحيا أو بوذيا، هو حر. إذا كان بقول لك ربنا بيقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، عاوز أكتر من كده إيه؟ ولكن الارتداد عن الدين يا سيدي، شوف الدين معروف، أما يجي يرتد له أحكامه الذي يجلس الفقراء ويشوفه مرتد ليه، يمكن مرتد يا أخي يعني مظلوم. يعني ما أفهمه من حضرتك اليوم أنكم لن تطبقوا حد الردة في زمن الأخوان، لم تطبق أي حد حتى الآن حتى يقبل الشعب حكم الإسلام بمبادئ. طيب. الشعب يا أخي الكريم محتاج حتى هنا اليوم يطرح السؤال. إذن ما تستعجل.